الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونشرة رياضية تأتيكم عبر قناة الأهلي. ناخدكم بسرعة للعناوين. مجلس إدارة الأهلي يعتمد قرار إعارة الثلاثي للدوري السعودي. والكابتن حسام البدري السوبر فرصة لنبدأ 2018 ببطولة هامة. والأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات. نبدأ أول أخبارنا، وضمن سلسلة جلسات لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتي يقوم فيها بإعادة ترتيب الأمور وتحقيق رؤية المجلس وفقا للبرنامج الذي وضعه قبل الانتخابات. واتخذ المجلس عدد من القرارات الهامة في مجموعة من الملفات. ففي الجانب الرياضي، قرر المجلس اعتماد إعارة ثلاثي الفريق الأول عماد متعب ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ للدوري السعودي. وأشار الإعلامي شريف فؤاد، والذي تم تعيينه متحدثا إعلاميا لمجلس الإدارة خلفا للمهندس عدلي قيا والذي تم تعيينه رئيسا للجنة التعاقدات، أن المجلس اعتمد قرار لجنة الكرة الخاص بالثلاثي. وللمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي كل التفاصيل. من ابرز القرارات اللي اتخذت، مجلس اداره نادي الاهلي ارتأى انه يستفيد من الخبرات الكبيره لرمز من رموز النادي وقيمه كبيره كلنا بنعتز بيها في النادي الاهلي، وهو المهندس عدلي القيعي في مجال التعاقدات. وافق على قبول يعني اعتذار او الاستقاله المقدمه من الكابتن هاني عبد المنعم اللي كان بيشغل مدير مقر النادي بالجزيره اعتبارا من اليوم اللي تقدم بيها، وهو يوم 6/1. ايضا مجلس الاداره قبل استقاله الكابتن عاصم السعداني. كابتن عاصم يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، وكان بيشغل منصب مدير عام النشاط الرياضي في النادي، وراى انه يتقدم باستقالته، فمجلس الاداره وافق على قبول هذه الاستقاله، وايضا الاستقاله المقدمه من نائب مدير النشاط الرياضي الكابتن اشرف الفار. تعيينات جديده في مجال النشاط الرياضي ابرزها هو تعيين الكابتن رؤوف عبد القادر مديرا عاما للنشاط الرياضي. ايضا الكابتن ياسر عبد العال سيكون نائبا لمدير النشاط الرياضي للشؤون الماليه، والحقيقه ده استحداث جديد طبقا للهيكل اللي حرص مجلس الاداره على استحداثه في سبيل تطوير المنظومه الاداريه بالنادي الاهلي. كمان تم تعيين الكابتن عمر شوقي مديرا للنشاط الرياضي باهلي مدينه نصر، والكابتن علي هارون مديرا للنشاط الرياضي باهلي الشيخ زايد. الشاب النشيط الحقيقه وليد مبروك رئيس لجنه الشباب، استاذ خالد جلال المخرج الكبير خالد جلال رئيس للجنه الثقافيه، والسيد الاستاذ فؤاد اسماعيل رئيس لجنه الرواد، بالاضافه الى الاستاذ حسين عنان رئيس لجنه النشاط الرياضي الترويحي. أبرز هذه القرارات أيضا هو الاستعانة بعضو النادي المخلص الأستاذ محمد يوسف محبوب كرئيس للجنة عليا هتكون متابعة لنشاط هذه اللجان ومساعدتها وتذليل العقبات بشأنها. في مجال النشاط الرياضي أيضا المجلس وافق الحقيقة على حاجة مهمة جدا، وهي رعاية البطل السباح أحمد أكرم وإعداده الحقيقة وتوفير كل المقومات اللازمة من أجل حصد بطولة في أولمبياد 2020. تم دمج اللجنة العليا للبطولات. حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي هيستضيف خلال الايام القليله المقبله بطولتين مهمين جدا، بطولتين في مجال كره الطائره للرجال والسيدات، بطوله افريقيا للانديه الابطال، وايضا كاس الكؤوس في مجال كره اليد. اللجنه هتكون اللجنه العليا للبطولتين هتكون برئاسه عضو مجلس الاداره الشاب النشيط محمد الجرحي، ومعاه ايضا السيد الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره نائبا لرئيس اللجنه. مجلس اداره النادي الاهلي بكامل تشكيله وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب سوف يتوجه ايضا الى دوله الامارات العربيه
شقيقة. كابتن محمود الخطيب سيرأس بعثة النادي الأهلي في هذه المباراة المهمة اللي نتمنى أنها تخرج بشكل يليق الحقيقة بالناديين ويعبر عن يعني الروح الرياضية. تمت الموافقة على إعارة عدد من لاعبي كرة القدم الفريق الأول للنادي، موافقة على إعارة نجم مصر وكابتن النادي الأهلي عماد متعب لمدة 6 أشهر لنادي التعاون السعودي. الحقيقة أن النادي الأهلي هيحصل على مقابل هذه الإعارة مبلغ يصل إلى 300,000 دولار بخلاف المبلغ الذي سيتقاضاه اللاعب. القرار الثاني هو الموافقة أيضا على إعارة اللاعب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي إلى نادي الاتفاق السعودي. النادي الأهلي سيحصل على 450,000 دولار لمدة 6 أشهر من خلال هذا الاتفاق. والحقيقة أنه أحمد الشيخ كان حريص على تمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة 2.5 سنين من الآن، وبالتالي أصبح مدة عقد أحمد الشيخ مع النادي الأهلي 4.5 سنين. مؤمن زكريا أيضا النادي بوافق على إعارة مؤمن إلى النادي الأهلي السعودي لمدة 6 أشهر، وأيضا مؤمن واحد من نجوم النادي الأهلي الذي سيعود سريعا بعد انتهاء هذه الإعارة، وده مقابل 400,000 دولار للنادي. احنا ما بنقدرش نتكلم عن الأرقام اللي بيتقاضاها اللاعبين لأنه هذا شأنهم ويعني ولا يجوز لنا ان احنا نخوض فيه، لكن احنا بنتمنى لهم الحقيقة التوفيق فنيا وأيضا ماديا، لأن دول لاعبين أعطوا للنادي الأهلي. تم تعيين الأستاذ أحمد قطب مسؤول متابعة ورقابة بفرع مدينة نصر، وأيضا تشكيل جهاز التنس. الأهلي كمان أو مجلس الإدارة وافق على تنظيم بطولة الأهلي المفتوحة للسكواش، ودي هتكون في الأسبوع الأول من فبراير المقبل بإذن الله. المجلس أيضا وافق على الحفاظ على مش الصف الثاني ولكن المجموعة الثانية من لاعبي الجمباز في النادي الأهلي، وتشكيل أكاديمية ليهم وتمثيل النادي الأهلي باسم مجموعة أكاديمية النادي الأهلي، ودعمهم بكل المقومات اللازمة من أجهزة ومعدات وملابس وغير ذلك من أجل أعداد جيل ثاني أو فريق ثاني يعني يكون كتف بكتف مع الفريق الأول للجمباز في النادي. احنا بينضم لنا الان مباشره من الامارات مراسلنا محمد سعيد من مقر استعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر. محمد برحب بيك وعايز اعرف منك اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر. شكرا ليك زميلي محمد فاروق سعد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، والفريق منذ لحظات قليله لسه واصل لفندق الاقامه بعد نهايه التدريب. هو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في ملعب احدى الملاعب الفرعيه القريبه من فندق الاقامه. الكابتن حسام البدري اطمأن بشكل كبير جدا زميلي محمد على حاله اللاعبين بالكامل. يمكن التدريب انقسم لاكثر من جزء. المجموعه الاساسيه التي شاركت في مباراه نادي الزمالك يمكن خاض تدريب بدني خفيف، ثم بعد ذلك هناك تدريب ريكفري ثم استشفى، خاصه ان هناك عدد من اللاعبين يمكن بعد مباراه الزمالك لم تكن هناك اي تدريبات خالص نتيجه تضييق الوقت واستعداد لمباراه المصر. ثم بعد ذلك الكابتن حسام اجرى تقسيمه فنيه ومران بدني شاق للمجموعه الاخرى التي لم تشارك في مباراه الزمالك، وكان تدريب تكتيكي. الكابتن حسام بشكل عام ما تقدرش تقول ان انت من خلال هذا التدريب تقدر ان انت تختار التشكيله او تقدر تطلع على التشكيله الاساسيه اللي ممكن تلعب مباراه المصري، لان المجموعه الاساسيه اللي خاضت بالكامل مباراه الزمالك لم تاخد اي مران فني في هذه التدريبه، لكن المجموعه الاخرى كان مران بدني ومران فني استمر حوالي ساعه. لكن اقدر اطمنك يا زميلي محمد واقدر اطمن كل مشاهدي قناه الاهلي ان حاله اللاعبين بالكامل في حاله فنيه وبدنيه متميزه جدا. امكانيه مشاركه سعد سمير، امكانيه مشاركه عدد من اللاعبين الذين لم يخوضوا
مباراه الزمالك لم تتحدد حتى الان. يمكن انا كان ليا حوار قصير مع سعد سمير بخصوص امكانيه مشاركته في مباراه المصري. سعد يمكن يعني هو تحدث قال ان هو بقاله فتره كبيره كان بعيد عن التدريبات في الفتره الاخيره، فبالتالي نفس الكوره نفس المباريات لسه خلال الفتره الحاليه محتاجه بشكل اكبر، لكن خلال التدريب غدا باذن الله لسه هناك طبعا هناك مران اساسي سيكون على استاد هزاع بن زايد. الحمد لله المران انتهى دون اي اصابات، اللاعبين في حاله فنيه جيده جدا. لسه الفريق زي ما قلت لك زميلي محمد واصل لفندق الاقامه في محاضره فنيه بعد العشاء او تحديدا بعد ساعه ونص من الان، محاضره يكون بقى فيها هايلايتس واستعداد فني ونظري لمواجهه فريق النادي المصري. في انتظار ايضا بعد ساعه او ساعتين على اقصى تقدير وصول مجلس اداره النادي الاهلي هنا لمقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. ايضا مؤمن زكريا التحق بالبعثه فجر اليوم وتدرب اليوم تدريب خفيف، لان مؤمن كمان من اللاعيبه اللي شاركت في مباراه الزمالك بشكل كبير. ايضا مسؤولي نادي العين الاماراتي حريصين على التواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي، وكان حريص النهارده رئيس نادي العين على يعني الاطمئنان على بعثه فريق النادي الاهلي، وكان متواجد معهم في الغداء النهارده الساعه 2:30 الظهر. بكره باذن الله الساعه 12:30 بتوقيت الامارات 10:30 صباحا بتوقيت مصر هيكون في مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري واحد لاعبي فريق النادي الاهلي. هذا المؤتمر الصحفي سيكون في استاد هزاع بن زايد، وبالامس كان هناك اجتماع فني لفريق النادي الاهلي وفريق النادي المصري مع المسؤولين عن تنظيم المباراه بخصوص مواعيد المؤتمرات الصحفيه وتدريب فريق النادي الاهلي على ملعب المباراه. وبان الاهلي بالطبع هو بطل الدوري وبطل الكاس سيكون هناك التدريب الرئيسي على استاد هزاع بن زايد في الثامنه بتوقيت ابو ظبي او توقيت الامارات، السادسه مساء بتوقيت القاهره. لكن الحمد لله كل الامور تسير بشكل جيد جدا. جماهير النادي الاهلي يمكن ده بقى الشيء الجميل اللي احنا خدنا بالنا منه من ساعه ما وصلنا هنا لاماره العين، جماهير النادي الاهلي مع الفريق في كل مكان. اول ما وصل مطار ابو ظبي، اول ما دخل فندق الاقامه في اماره العين، اول ما راح استاد طحنون بن محمد في هنا في العين، الجماهير متواجده مع الفريق في كل مكان. بعد نهايه تدريبه اول ما وصلنا ولقطات حيه هتكون معاكم بعد لحظات قليله ووصول لفريق النادي الاهلي، الجماهير متواجده في كل مكان حريص على تشجيع فريق النادي الاهلي. الناس هنا بتحضر من كل حته، جايه من الشارقه من دبي من ابو ظبي، حريص على مشاهده ومتابعه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن بشكل عام الامور الحمد لله تسير بشكل جيد. بعد قليل سيكون هناك العشاء بالنسبه للاعبين، ثم المحاضره الرئيسيه والفنيه بالنسبه للفريق استعدادا لمباراه المصري. اليك الكلمه زميلي محمد فاروق هنا طبعا بعد كواليس واخبار ومتابعه حيه لفريق النادي الاهلي لحظه بلحظه من داخل فندق الاقامه وايضا في ملاعب التدريب. شكرا زميلنا محمد سعيد، تغطيه وافيه صراحه كل همسه وكل لمسه داخل معسكر النادي الاهلي في الامارات استعدادا للسوبر بننقلها لحضراتكم عبر شاشتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي. نرجع تاني، لم يغفل المجلس الجانب الاجتماعي حيث تضمنت القرارات عدد من الامور التنظيميه نتعرف عليها من خلال التقرير التالي. عن قرار مجلس الإدارة بتولي صديق وزميل ومحب للنادي الأهلي وعضو للنادي الأهلي ومن الناس اللي كانت بارزة جدا في مجال الإعلام الأستاذ شريف فؤاد، اللي هو تم تعيينه النهاردة من قبل مجلس الإدارة كمستشار إعلامي للمجلس خلال الفترة القادمة. طبعا أنا بتمنى له كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ويكون هو ان شاء الله احنا واثقين فيه تماما ازاي هيتعامل الفتره اللي جايه بالشكل اللي مجلس الاداره محتاجه الفتره اللي جايه والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه في الاعلام. وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظن اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي والاعلاميين اللي بيتابعونا. هسيب طبعا الاستاذ شريف ان شاء الله يتلو عليكم كافه القرارات اللي تم اتخاذها اليوم من مجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك استاذ شريف، ونتمنى حضرتك التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. تم تشكيل لجنة عليا لشؤون العاملين، الموضوع ده كان بيؤرق وبيشغل العاملين في النادي. الكابتن او السيد الاستاذ العامري فاروق العامري نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي بيرأس هذه اللجنه، قامه اقتصاديه كبيره جدا هو الدكتور فاروق العقده المحافظ الاسبق للبنك المركزي المصري ليتولى هذه اللجنه للعمل على تنميه وتطوير موارد النادي الاهلي. ايضا تم تعيين الدكتور مصطفى عبده رئيس لجنه المسؤوليه المجتمعيه والاستعانه بالسيد الاستاذ خالد عبد القادر
وهو واحد يعني من ابرز العناصر اللي بتعمل في مجال التكنولوجي في مصر والمنطقه، رئيسا لجنه التطوير التكنولوجي. الاهلي ايضا وافق على، او مجلس الاداره وافق على استضافه النادي الاهلي لبطوله دبلوماسيه هيتولى رئاستها المهندس خالد مرتجي، وهيقوم بالتنسيق اعدادا لاستقبال هذه البطوله قريبا باذن الله. تم تكليف المهندس حسين صبور ومكتبه الاستشاري الكبير باعداد الرسومات والتصور الخاص ببدء العمل فورا ايضا في تطوير الحقيقه حمام السباحه الترفيهي الموجود في مدينه نصر. مجلس الاداره ايضا قرر ووفر الاعتماد اللازم الحقيقه لشراء عدد 4 سيارات، 2 في الجزيره و2 في الشيخ زايد، خدمه لاعضاء النادي من كبار السن. تقرر فتح باب القيد للتسجيل في سجل الموردين والمقاولين للعام 2018. تم الموافقه على انشاء المبنى الاجتماعي الجديد بفرع النادي بالشيخ زايد، والحقيقه انه النادي انهى كل تراخيصه والعمل في غضون ايام يعني قليله سيبدا في انشاء المبنى الاجتماعي في فرع النادي بالشيخ زايد. لاول مره في النادي بيتم اعداد لائحه، يعني عطفا على موضوع اللجان الحقيقه اللي انا كنت اتكلمت فيه، لائحه للجان المعاونه بتحدد بدقه اهداف هذه اللجان وطرق المشاركه فيها وازاي اعضاء النادي يشتركوا لتقديم الخدمه لالاف الاعضاء والاسر المنتميه للنادي. عندنا مهرجان كبير للالعاب الهوائيه، ده لاطفال وشباب النادي بمناسبه اجازه نصف العام لابنائنا التلاميذ والطلاب، وده هيقام على مدى اسبوع كل يومين في فرع من فروع النادي. تنظيم ودعم عدد كبير من الرحلات الداخليه للمقاصد السياحيه في مصر، سواء في شرم الشيخ، في الغردقه، في الاقصر، في اسوان، وده حابب يكون هدف منه هدف مزدوج. الهدف الاول هو توفير خدمه محترمه لاعضاء النادي الاهلي، والهدف الثاني هو دعم السياحه الداخليه. وتطرق اجتماع مجلس الإدارة إلى تطوير قناة النادي، حيث عقد الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق جلسة مع مسؤولي شركة إي جي كابيتال في حضور العضو المنتدب الأستاذ أسامة الشيخ لبحث سبل التطوير. نتابع في خلال هذا التقرير. حصل لقاء هام جدا النهارده بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، يرافقه السيد العمري فاروق العمري نائب الرئيس، مع المهندس اسامه الشيخ رئيس او العضو المنتدب لشركه اعلام المصريين اللي بتدير زي ما حضراتكم عارفين مجموعه قنوات كبيره في مصر وعدد من الوسائل الاعلاميه، وايضا هي المالكه لشركه بريزنتيشن التي تدير قناه النادي الاهلي. الحقيقه انه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب عندهم خطه طموح لتطوير القناه لتظهر بشكل لائق باسم نادي القرن، وكان هذا الاجتماع يعني لوضع النقاط على الحروف والبحث في سبل التعاون بين الجهتين، وكان اجتماع مثمر جدا وخرج يعني بأطر وبتصورات اعتقد ان هي هتصب في النهايه في سبيل تطوير هذه القناه لتصبح قناه يشار لها بالبنان وتليق باسم النادي الاهلي الكبير. تحددت اليوم أعداد الجماهير التي ستحضر مباريات الدور الثاني للدوري العام. جاء الاتفاق على وضع ضوابط حضور الجماهير خلال اجتماع عقد بعد ظهر اليوم في مديرية أمن القاهرة. حضره ممثلين للنادي الأهلي، محمود حزين مدير أمن النادي الأهلي مقر مدينة نصر، ووليد مهدي مسؤول تنسيق المباريات. وكان النادي الأهلي قد تلقى دعوة من وزارة الداخلية لحضور الاجتماع الذي ترأسه
سيادة اللواء عزة البنداري حكمدار القاهرة، وممثل للسيد وزير الداخلية ومندوبين من كافة قطاعات الوزارة، وكذلك ممثلين لكل أندية القاهرة، واللواء محمد طه مدير إدارة تأمين الملاعب باتحاد الكرة، ومندوبين عن كل الاستادات في مصر. وعشان نتعرف على مزيد من التفاصيل بينضم لي هاتفيا السيد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. مساء الخير يا فندم. حتى يأتينا الاتصال مرة أخرى، أكد الكابتن حسام البدري مدير فني النادي الأهلي على أهمية مباراة فريقه أمام المصري على كأس السوبر والمحدد لها في 6 مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، مشيرا إلى أن أهمية تلك المباراة تأتي في ظل سعيه مع الفريق في بداية عام 2018 بحصد بطولة جديدة. وأوضح الكابتن حسام البدري إلى أنه يسعى جاهدا مع الفريق للتغلب على كل الظروف المحيطة بالمباراة والتركيز في 90 دقيقة فقط التي يخوضها الفريق بمباراة السوبر، أملا في تحقيق اللقب وتعويض إخفاق الموسم الماضي في عدم حصد لقب السوبر المصري. نتابع تصريحات الكابتن حسام البدري في سياق التقرير التالي. الحمد لله، اكيد فوزنا في مباراه الزمالك كان مهم جدا، وزي ما اقول طبعا واكدت هنيت اللعيبه على الفوز وعلى 3 نقاط المهمين، لكن زي ما انت بتقول بالظبط يعني بمجرد ما ابتدينا النهارده تاني يوم مباشره بعد المباراه كل تفكيرنا في مباراه السوبر، وصلنا هنا الامارات كل تركيزنا على المباراه المهمه اللي هي يعني مباراه بطوله ان شاء الله، وان شاء الله بتمنى من ربنا احنا نكون موفقين فيها ان شاء الله انا واللاعبين ان شاء الله وجاهز ان شاء الله. اكيد كل مباراه ليها ظروفها، لكن اكيد تفكيري في مباراه اخرى ما بيجيش الا لما اوصل لمرحله معينه، يمكن يعني بفضل الله يعني كنا موفقين امبارح اما قربنا من نهايه المباراه بالفعل. طبعا كان تغيير عبد الله السعيد مرتبط باشياء كثيره، مرتبط طبعا بتغيير في الملعب لصالح الفرقه، لان عبد الله ادى دوره بشكل مميز جدا في الشوط الاولاني، وشفنا كان سبب من الاسباب طبعا في ضربه الجزاء كمان لعلي معلول الباص اللي هو عمله بشكل مميز جدا وهو اللي نفذ ضربه الجزاء، وغير كده طبعا برضو مواقف كثيره في الملعب امبارح هو وزملائه كان ليه اثر ايجابي. طبعا عبد الله لاعب مهم جدا، لكن بقول التغيير بتاعه خاص زي ما انت بتقول للتعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت اما قربنا من الفوز امبارح طبعا كان في تفكير طبعا ان انا اريح عبد الله وتفكيرا في مباراه السوبر ان شاء الله. اكيد من النهارده بنفكر والنهارده بفكر وانا جاي في الطياره بفكر وبنحضر واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله باذن الله، بس نبقى موفقين باذن الله وتبقى ان شاء الله دي اول بطوله لجماهير النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان تبقى اول بطوله في العام الجديد للنادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. تابعوا معنا مشاهدينا تغطيه اكبر لتصريحات كابتن حسام البدري في خلال برامجنا اليوم. تقدم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنه الكره بالنادي الاهلي بالشكر للسفاره المصريه بدوله الامارات بعد الاستقبال المميز لبعثه الفريق التي وصلت امس، واكد كابتن عبد العزيز عبد الشافي على قوه العلاقه بين مصر والامارات متوجها بالشكر لكل المسؤولين على تدليل كافه العقبات من اجل راحه الفريق. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هو دايما مشاعر الود والحب بتبقى موجوده في دوله الامارات، لان احنا فعلا بامانه بنستشعر ان احنا في بلادنا، ودي بتدينا احساس بالمسؤوليه اكبر. وزي ما السيد سفير قال النادي المصري والنادي الاهلي ناديين كبار ليهم تاريخهم، واعتقد ان هما الاثنين عليهم مسؤوليه كبيره جدا قبل المكسب والخساره في ان هما يقدموا صوره مشرفه جدا للكره المصريه، ويؤكدوا ان تكرار اقامه السوبر المصري في دوله الامارات دي حاجه ناجحه جدا وحاجه يعني ادت الدور بتاعها او النتيجه بتاعتها، واحنا نتمنى ان شاء الله ان احنا مع جماهيرنا ان احنا نسعدهم ونقدم حاجه كويسه قوي تشرف النادي الاهلي وتشرف الكره المصريه باذن الله تعالى. الحمد لله احنا اول سوبر اتلعب هنا،
من سنتين، ربنا وفقنا واحفظناه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق هذه المره ونسعد جماهير النادي الاهلي باذن الله تعالى، ونقدم حاجه يعني تشرف النادي الاهلي وتشرف الكره المصريه باذن الله. أكد محمد الشناوي حارس مرمى فريق أول بالنادي الأهلي على جاهزيته هو وزملائه لمباراة المصري المقبلة، مشددا على صعوبة المباراة بسبب قوة المنافس. وشدد الشناوي أن أهمية المباراة تأتي أنها ستمنح الفائز لقب بطولة مهمة، وستكون دفعة قوية نحو مشوار البطولة، ولذلك فإن الفوز هو أمل كل لاعبي الأهلي والجهاز الفني في الدخول إلى هذه المباراة وحصدها بإذن الله. وأعرب الشناوي عن سعادته الشديدة بثقة الجهاز الفني والجماهير خلال الفترة الماضية، معتبرا هذه الثقة مسؤولية كبيرة يتحملها على عاتقه للاستمرار في تقديم عروض طيبة مع الأهلي بمساعدة زملائه في الفريق لتحقيق مزيد من الانتصارات. وأكد الشناوي أن سعادته لا توصف بأن يكون محل ثقة الجهاز الفني في ظل صعوبة المرحلة الحالية من حيث ضغط المباريات وسعي الفريق نحو التواجد في صدارة مسابقة الدوري العام والمنافسة على بطولة السوبر وأيضا كأس مصر. وأكد الشناوي أنه سيسعى بكل جهده للحصول على فرصة للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم روسيا 2018، مؤكدا أنه حلم كل لاعب مصري، مشددا على ثقته في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب. وأشار الشناوي إلى أن الجهاز الفني بالكامل يعرف إمكانياته جيدا، خاصة أن الجهاز يقوم بمتابعة دقيقة وتقييم لكل اللاعبين والحراس داخل مصر وخارجها، مؤكدا أنه لا يملك سوى الاجتهاد من أجل كسب الثقة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور كوكو. وينضم الينا عبر الهاتف السيد محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ احمد خليل. الاول ببارك لحضرتك على تولي المهمه مدير التنفيذي للنادي الاهلي، وايضا حضرتك النهارده كنت في اجتماع مهم في اتحاد الكره من اجل تحديد عدد الجماهير. ربنا يخليك ومتشكر على الثناء جدا. لا هو الاجتماع النهارده انا ما كنتش موجود فيه، كان ممثل النادي الاهلي العميد محمود حزاين مدير الامن في مقر النادي بمدينه نصر، والاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات. نعم. الاجتماع كان في مديريه امن القاهره، ده اجتماع تمهيدي. تعرف طبعا احنا كلنا بنحلم وبنامل بعوده الجماهير، وعايزينها ان شاء الله باذن الله ترجع بالاسلوب اللائق وما يبقاش في مشاكل. وزاره الداخليه بتجتهد اللي هي النهارده تضمن عشان خاطر عوده الجماهير، تضمن اولا امن وسلامه الجمهور. نعم. ده اهم حاجه بالنسبه لنا، احنا كلنا مستعجلين اللي احنا نرجع الجماهير، بس انت عارف حضرتك كويس ان في احداث على مدار السنين اللي فاتت نتمنى ان هي ما تتكررش تاني. فاحنا النهارده ده كان اول اجتماع تمهيدي، الاجتماع ده اتحط فيه شروط معينه، حضر الاجتماع ممثل عن وزاره الداخليه، كل من له دور تاميني في الفتره اللي جايه او كل من بيشارك في دور التامين من وزاره الداخليه، وبرده ممثلين عن الاستاد، استاد السلام واستاد القاهره واستاد الدفاع الجوي، وفي نفس الوقت ممثلين على 8 انديه او الانديه الجماهيريه، حضر ممثلين عن 8 انديه، والقرارات اللي اتفقوا عليها اللي احنا هنبدا تمهيديا هيبقى للنادي حق 2000 متفرج، او من هيبقى فيه عوده 2000 من الجمهور، وده انا شايفه ده كبدايه في الدور الثاني، بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله، لان احنا هنعمل سبورت كويس قوي لوزارة الداخلية عشان خاطر طالما المرحلة الأولانية نجحت أكيد المرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله هتزيد. فإحنا النهاردة هنبقى متفقين كنادي أهلي اللي إحنا بندعم. طب سيد موجودة سيد محمد، هو عايز أسأل حضرتك 2000 متفرج لكل فريق ولا الفريق صاحب الأرض فقط؟ في الوقت الحالي إحنا بقى ده في اجتماع في الاتحاد، هنبدأ نحدد مع الاتحاد بقى ال 2000 دول لصاحب الأرض فقط صاحب المباراة، ولا ال 2000 هيبقوا لكل فريق، ولا صاحب المنظم المباراة هيبقى ليه النسبة الأكبر، دي لسه هنشوفها بقى في الاتحاد، ولكن احنا الأول بناخد موافقة الأمن، فطالما أخدنا الموافقة الأولانية التفاوض مع الاتحاد سهل،
المدير التنفيذي لاتحاد اللي هو ثروه السويله متعاون جدا. احنا اهم حاجه بنتفق كلنا مع بعض عشان كلنا عايزين نرجع الجماهير، فمش هنختلف ومش هتقف عند الموضوع ده خالص، بالعكس احنا عايزين الجماهير ترجع، بس اهم حاجه امنهم وسلامتهم ان شاء الله. طيب سيد مرجان، حضور الجمهور النادي الاهلي في لقاء الاتليتيكو وايضا في لقاءات دوري ابطال افريقيا، هل كان ليه دافع كبير ان اتحاد الكره ياخذ هذا القرار؟ اكيد طبعا، اكيد التزام الجمهور في المباراتين والتزام الجمهور في برج العرب وظهور الجمهور النادي الاهلي، ودايما انا بقول لحضرتك جمهور النادي الاهلي على طول بيبقى ملتزم وعلى طول بيبقى منتظم، في حاجات بسيطه بتحصل، احنا بس في الاخر هيبقى في تعاون الفتره اللي جايه ان شاء الله، واحنا عشنا احداث كتير مش عايز اتكلم عليها تاني، كنت انا موجود فيها، فاحنا الفتره اللي جايه بنبدا صفحه جديده، الجمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا النادي بتاعه وبيشجع بالشكل الحضاري، وهو ده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه، وللجماهير كلها انا جمهور النادي الاهلي احنا مسؤولين عنه ان شاء الله باذن الله، وهيبقى في تواصل الفتره الجايه بشكل كويس جدا هيرضي الناس كلها، لان احنا ملتزمين بنجاح التجربه وبنجاح عوده الجماهير النادي الاهلي، وبادين بنفسنا كنادي اهلي ان شاء الله، وهنعلن قريب ان شاء الله باذن الله عن الاسلوب اللي هيتم فيه اداره المباراه الفتره اللي جايه والتواصل مع الجماهير. سيد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التوفيق في المرحله المقبله. سعيد سليمان نجم خط وسط الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي على تركيزه الشديد وجميع لاعبي الفريق في مباراه المصري، مؤكدا ان الهدف هو الفوز باللقب بعد فقده في الموسم الماضي، واشار سليمان الى ان فريق المصري منافس محترم، ودائما ما تشهد مباريات الفريقين منافسه فنيه كبيره داخل الملعب، وما سوف يزيد من صعوبه هذه المنافسه هو سعي الفريقين معا لحسم لقب السوبر هذا الموسم. ويتطرق وليد سليمان الى موضوع تجديد عقده، مؤكدا انه تحت امر النادي في اي وقت، وانه يعتبر نفسه من ابنائه وعشاقه ومستعد للتجديد وفقا للرؤيه الفنيه للجهاز الفني ورؤيه مجلس الاداره. وشدد وليد على انه لا يملك القدره على املاء اي شروط على النادي الاهلي من اجل تجديد عقد. وحول انضمامه للمنتخب الوطني، اكد وليد سليمان انه يحترم دوره كلاعب في النادي الاهلي، وليس له الحق في التعليق على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده الارجنتيني فيكتور كوبر. واوضح وليد سليمان انه كل ما عليه هو الاجتهاد الدائم في الملعب بقميص النادي الاهلي للظهور في افضل حالاته وكسب ثقه الجهاز الفني للمنتخب، لافتا انه يحترم اختيارات الجهاز الفني للفراعنه. أكد الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بغلق ملف مباراة الزمالك الأخيرة والتركيز في مباراة السوبر من أجل حصد اللقب. وشدد أيوب أن الجهاز الفني يسعى لاستثمار الأداء والروح التي ظهر بها اللاعبون في مباراة الزمالك الأخيرة من أجل تحقيق لقب السوبر الذي غاب عن الأهلي وجماهيره في الموسم الماضي. وأشار المدرب العام للنادي الأهلي أن الجهاز الفني يدرس فريق المصري جيدا ويتابع الكثير من مبارياته الأخيرة من أجل وضع الطريقة الأمثل لهذه المباراة، خصوصا أن النادي الأهلي يواجه منافس قوي ويملك دوافع تؤهله للمنافسة على اللقب. وصل مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الاول للنادي الاهلي الى فندق اقامه الاهلي بالعين في الامارات في ساعه مبكره اليوم الاربعاء، بعد ان كان تخلف اللاعب عن مرافقه بعثه الاهلي لتاخر حصوله على تاشيره الدخول. وكان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قد ارسل مندوبه لاستقبال اللاعب في مطار ابو ظبي قبل ان يتوجه مؤمن زكريا لفندق اقامه بعثه النادي الاهلي باماره العين.
وضع أنيس الشعلالي مدرب اللياقة البدنية بالنادي الأهلي برنامج بدني واستشفائي للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري يوم الجمعة المقبل. وأكد الشعلالي بالتنسيق مع الكابتن حسين البدري حرصوا على إعداد برنامج استشفائي مكثف للاعبي الأهلي خلال فترة ما قبل مواجهة المصري للتغلب على السفر لساعات طويلة وضغط المدة الزمنية التي تسبق المباراة. وأكد الشعلالي أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليفا للنادي الأهلي في هذا اللقاء لبداية هذا العام ببطولة مهمة تسعد جماهير النادي الأهلي بأكملها. يعقد الكابتن حسام البدري مؤتمرا صحفيا لمباراة السوبر المصري والمحدد له 9 بتوقيت القاهرة صباح غدا الخميس. فاستعرض الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي رؤيته لمباراة السوبر وأهميتها ومدى استعداداته لهذه المباراة المرتقبة وأبرز تطلعاته لحسم لقب السوبر المصري هذا الموسم. أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي أن اللاعب المغربي وليد أزار مهاجم الفريق سوف يتخلص من الغرز التي خضع إليها في وجهه بعد مباراة السوبر المقبلة أمام المصري. وأوضح دكتور خالد محمود أن الغرز التي خضع لها اللاعب بعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز لن تعيقه من المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الأربعاء أو اللحاق بمباراة المصري المقبلة. أكد غانم الهجري الرئيس التنفيذي لشركة العين ورئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي الذي يستضيف مباراة السوبر المصري أن النادي الأهلي شرف كبير لأي مكان وملعب يحل وأي ملعب يحل به. وقال الهجري في تصريحاته لقناة النادي الأهلي أتمنى التوفيق للأهلي كما أتمنى خروج المباراة بصورة طيبة توضح ما وصلت إليها الكرة المصرية من تطور. نتابع تصريحات رئيس نادي العين من خلال التقرير التالي. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تتابعونا معنا بشكل يومي وحصري على شاشة قناة الأهلي كواليس حصرية لباس فريق النادي الأهلي هنا في إمارة العين استعدادا لمباراة السوبر أمام فريق النادي المصري. لكن صباح اليوم التالي لوصول فريق النادي الأهلي حرص الأستاذ غانم الهجري رئيس نادي العين ورئيس المجلس إدارة نادي العين الرياضي على زيارة بعثة فريق النادي الأهلي للإطمئنان على البعثة والإطمئنان على أحوال الفريق. أستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي برحب بك على شاشة قناة الأهلي وشرف كبير استضافتك في هذا الحدث من امام مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. اول شيء ارحب بجميع البعثه ونتشرف بوجود نادي بحجم نادي الاهلي في دوله الامارات وفي مدينه العين خصوصا. ونادي الاهلي المصري ليس غريبا على مدينه العين، هو دائما ما يحظى بالمحبين ووجودهم اليوم معنا اضافه لهذه المدينه. في البداية طبعا استضافة ملعب حجز عابد زايد وتحديدا هو ملعب نادي العين هذا الحدث الكبير مباراة السوبر والأهلي يلعب على هذا المباراة الملعب للمرة الثانية، كانت المباراة الأولى في العام قبل الماضي. صحيح، اليوم أنا أعتقد الأهلي فرصة يلعب في ملعبه، اليوم هو صاحب الأرض، نتمنى له التوفيق ونتمنى للفريقين التوفيق والخروج بصورة تمثل ما وصلت إليه الكرة المصرية من تقدم. اليوم الكرة المصرية في جميع مكوناتها إن كان على مستوى الأندية أو على مستوى اللاعبين يجدون قدم على المستوى العالمي بوجود لاعب بحجم محمد صلاح يقدم رسالة سفير فوق العادة للكرة المصرية. الأهلي اليوم ووجوده في مدينة العين أعتقد أن إضافة للمدينة، محبين نادي الأهلي كثار في هذه المدينة وأنا أولهم، أنا أهلاوي من الزمن. اليوم وصلنا هنا لنرحب بإخواننا ولنقول لهم عن قيادة دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات وكل محب لهذه الوطن أن مرحبا فيكم بين أهلكم وأصحابكم.
كيف تتابع فريق الأهلي خلال السنوات الأخيرة، ومتى بدأ اهتمامك بالأهلي ومتابعته ومبارياته وأيضا نجومه السابقين وأبرز لاعبيه؟ طبعا احنا اليوم لما نرى على مجلس إدارة نادي الأهلي الأستاذ الخطيب محمود، يعني احنا من عشرنا وقت الذهبي، فمنها وصار الكل يعني يشعر بانتماء لنادي الأهلي. اليوم الكرة المصرية ونادي الأهلي بالذات كان مصدر للنجوم، أصبحوا أعلام على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. قيمة الأهلي وجماهيريته في الوطن العربي وتحديدا في الإمارات، بالطبع سنتوقع امتلاء الملعب عن أخيره بجماهير الأهلي في ملعب هزاع بن زايد. أعتقد المتابع اللي احنا نتابع بيع التذاكر في بعد ما أعلن عن هذه المباراة، أعتقد أكثر من 7000 تذكرة انباعت في أول الأيام، فهذه مؤشر كبير على حجم الجماهير الموجودة في دولة الإمارات وخصوصا في مدينة العين، وأنا أعتقد أن المباراة ستتحدث عن نفسها وحضورها الجماهيري. من أيضا متابعة فريق العين الإماراتي عموري وأبرز اللاعبين الإماراتيين في هذا النادي العريق الكبير، ونادي العين في الفترات الحالية أيضا كمان تعاقد مع أحدث اللاعبين المصريين حسين الشحات. أنا أتمنى فقط من الجماهير الأهلي ما تزعلش علينا، أن ندري كان الشحات هو أحد الأهداف المطلوبة للنادي الأهلي، ولكن هو ما راحش بعيد، راح من العين اليمين للعين اليسار، راح من الأهلي إلى العين، وإن شاء الله أنه يكون جاهز، أنه يكون بحجم الأهلي ويقدم مستوى يرضي الجماهير المصرية ويقدم مستوى يوفق اللاعب لاعب مجتهد، متابعينا من فترة استطاع أن يضع اسمه من ضمن أفضل النجوم الموجودين في مصر في المرحلة اللي طافت، ونعتقد أنه بيكون سفير فوق العادة للكرة المصرية في دولة الإمارات. حضرتك مع لباسة النادي الأهلي فور وصولها بالأمس ومتابعتها خلال الأيام القادمة حتى موعد المباراة والمغادرة هنا من إمارة العين. طبعا عناصر البعثة وجميع مكونات البعثة هم ضيوف علينا، ونتمنى أن يكون جميع الأمور، لنتأكد أن جميع الأمور تسير في الأمر السليم ولا ينقصهم شيء. أشكر حضرتك جدا ودائما موفق، وبالتوفيق لنادي العين الإماراتي وبالتوفيق للكرة الإماراتية بشكل عام خلال الفترة القادمة. أشكركم جزيلا، وشكرا لكل الشعب المصري ولكل جماهير الأهلي، وشكرا على حضوركم. شكرا جزيلا. أهلا أسعد. طبعا في هذه اللحظات كان معنا لقاء هام جدا مع الأستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الإماراتي، حدث مهم جدا، استضافة ملعب هزاع بن زايد وملعب نادي العين لمباراة الأهلي في السوبر المصري، لكن بالطبع هي مباراة هامة، جماهير النادي الأهلي متواجدة منذ الأمس وحتى الساعات الأولى كمان من موعد المباراة خلال ال 48 ساعة القادمة. في هذه اللحظات كنتوا تتابعون طبعا وصول فريق النادي الأهلي لمطعم الفريق هنا داخل فندق الإقامة، هناك فصل تام لمطعم الفريق بعيدا تماما عن كل نزلاء الفندق، لكن في تمام الساعة 6 ستحرك الفريق للتدريب في أحد الملاعب الفرعية، ملعب نادي طحون بن محمد القطارة، وهذا الملعب الذي سيستضيف التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي قبل التدريب غدا بإذن الله على ملعب هزاع بن زايد. تابعونا. بقاء لله وفاة حليمه كبير مشجعي الأهلي. توفى صباح اليوم الأربعاء الحاج حليمه كبير مشجعي النادي الأهلي، والذي وفاته ألمانية بعد صراع مع المرض استمر قرابة شهرين، حيث كان يعاني من أزمة قلبية تم حجزه على إثرها في إحدى المستشفيات حتى توفى في صباح اليوم. وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من أحد المساجد بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديدة. اشتهر الحاج حليمه بعشقه الشديد للفالينة الحمراء، حيث كان دائم الحضور في المدرجات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وحتى سنوات قليلة ماضية. نتابع آخر تصريحات الراحل حليمه كبير مشجعي النادي الأهلي. أهلا وسهلا، نرحب فيك. أهلا بالحبايب، أهلا يا حبيب الكل. ازيك يا حاج حليم، ربنا يديك الصحة. ازيك يا بيبو؟ ازيك يا حبيبي؟ والله وحشني يا بيبو. والله وانت كمان، ربنا يكرمك. واشكر ربنا ان انا بتكلم معاك النهارده يا بيبو. ربنا يديك الصحه يا حبيبي. ربنا يخليك يا بيبو. والله عملوا لنا مفاجاه كويسه ان انت النهارده معانا، ربنا يخليك. ربنا يخليك. ده انا سعيد جدا. كنت متابع لمباريات بيبو كلها؟ كلها. ولما اعتزل انا اعتزلت.
استن في تواصل بينك وبين عم حليم؟ اه كنت عنده قريب، انا كنت شفته من حوالي كام شهر كده، رحت له وفاجئني بحاجه. ايوه فاجئني ان هو وانا ماشي راح مديني تمثال، هو عامل لي تمثال قاعد جنبه في البيت، فاداني التمثال بقى حاجة حليم. واسمح لي بس ان انا اقول الكلام ده، يعني بتحديد سنة 73 كان راجل بسيط جدا زينا كلنا، يعني كان راجل يعني بسيط قوي، يعني بسيط في اجتماع يعني ماليا يعني. وكلمني مرة قال لي بعديها بعد ما تعرفنا على بعض، ان احنا برضو كنا وقفنا سوارنا سوا وكده، وبعدين بعديها بسنتين كلمني ان انا اتغدى عنده في البيت، وده اللي انا عايز اقوله للناس يعني. فرحت وكان استقبلني تحت العمارة، كان عمارة في حدائق القبة كده، استقبلني تحت العمارة وطلعنا مع بعض الشقة، فتح باب الشقة وسابني على الباب أو ما سام ودخل، فتح الباب ودخل هو، لقيت كنبة كبيرة، كنبة زي بتاعتنا بتاع زمان دي بتاعت الفلاحين بتاعتنا يعني، واحدة ست كبيرة قاعدة على الكنبة دي. حاج حليم سابني بره أنا شايفه طبعا، وجري قاعد على ركبه وباس ايدين الست، ايديها ورجليها، طلع عرفت ان هي امه الله يرحمها. من ساعتها وانا قلت الراجل ده ربنا حبيب. ربنا يرحمك يا حاج حليم. والى جولة الى الصحف والمواقع، نبدأ بالأهرام. ست مكاسب للأهلي من القمة. والأخبار، الأهلي يؤدي مرانه الأول بالعين اليوم. المساء، درع الدوري لن يغادر القلعة الحمراء. الوفد الإماراتي عمار الجنيبي حكما لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري. والمصري اليوم، الأهلي يبحث مع مديرية أمن القاهرة عودة الجماهير لمباريات الفريق. الشروق، مؤمن زكريا يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات. واليوم السابع، مجلس الأهلي يطير للإمارات اليوم لمؤادرة الفريق في السوبر. الوطن سبورت، رامي ربيعة راح 3 أيام بسبب الضم. فيتو وليد سليمان، لن نفرط في السوبر المصري والمواجهة لن تكون سهلة. وموقع في الجول، البدري حددت ما أحتاجه من صفقات يناير وقائمة الإفريقية. يلا كورة، الأهلي وليد أزارو جاهز للسوبر. والأهلي.com، شريف فؤاد متحدثا رسميا للأهلي خلفا للقيادة. كورة، بصمة أزارو تخطف الأضواء من أجانب الدوري. ده كان آخر خبر معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي أعظم نادي في الكون.